النهاردة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهو معني بالأساس بحضرتك، بيطلق عدة مبادرات استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد كل سنة وانتم طيبين. صديقي العزيز جدا 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 المحترم الذي أنفق زهرة شبابه في العمل المؤسسي التنموي الخيري إذا صح التعبير، مصطفى زمزم، رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة صناع الخير وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. أهلا 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 يا مصطفى. ازيك يا صديقي العزيز؟ عامل ايه؟ والله على الكلام المحترم. اه والله زهرة شبابك بجد يا مصطفى. ربنا يبارك فيك. ربنا يا رب يديلك الصحة. قول لي بقى حضراتكم بتعملوا ايه استعدادا للعام الدراسي الجديد؟ كل سنة وكلنا وعيالنا طيبين. كل سنة وحضرتك طيب وكل السادة المشاهدين بخير، ودايما الاتحاد الوطني الحقيقة بيسبق بخطوات، يعني وده الغرض من التجميع اللي حاصلة في الداخل التحالف، ان اكبر يمكن او اهم 24 مؤسسه اهليه نشطه، عشان بس ما نقصرش الموضوع على الاعضاء اللي داخل التحالف، لان كثير او الاف من الجامعات القاعديه شريكه لينا على مستوى الارض والجامعات المنتشره في المناطق الحدوديه. خليني اقول لحضرتك بشكل سريع، التحالف الوطني في الازمه الاقتصاديه العالميه اللي حصلت كان له السبق برضه ان احنا نبدا نتحرك على دعم الاسر اللي هتوصل لمراحل يعني هيبقى في صعوبه طبعا في المعيشه، سواء بعد ازمه كورونا او الحرب الروسيه الاوكرانيه او الازمه الاقتصاديه العالميه اللي بتحصل دلوقتي. فكان لينا يعني بعد توجيهات السيد الرئيس ان يكون في جمع لكل قواعد البيانات للمستفيدين مع الدوله من خلال وزاره التضامن الاجتماعي والماليه وباقي الجهات، نبدا نشوف مين المستحقين ل دعم نقدي عاجل استثنائي وحزمة تدخلات تمكين اقتصادي واجتماعي، وده حصل لمليون أسرة زيادة. التحالف الوطني شارك فيها بما يقرب من 600 ألف أسرة بيدعمهم من خلال دعم غذائي أو دعم نقدي. لقينا كمان الموسم الدراسي مع الأزمة الاقتصادية المستمرة والمستمرة على مستوى العالم مش لمصر بس، طبعا لازم يكون في دور أكبر من التحالف، وده الحقيقة بيمثل لكثير من أعضاء التحالف في تسليم ادوات دراسيه وشنط مدرسيه، ودي بالالاف الحقيقه، يعني يمكن لسه الارقام مستمره ان شاء الله، يعني نحقق فيها ارقام كبيره على مدار الاسبوعين القادمين باذن الله. مؤسسه الحياه كريمه مشكوره بتدفع مصروفات دراسيه لاكثر من 40,000 تلميذ، بيت الزكاه والصدقات بيشارك بالاف من الادوات الدراسيه، كل المؤسسات الكبرى الاعضاء في التحالف بيقدموا كل الامتيازات والخدمات اللي تساعد ابنائنا على دخول العمل الدراسي بشكل كريم، زي ما حضرتك قلت وذكرت، مش بس عشان خاطر احنا عاوزين نطلع ونتكلم في وسائل الاعلام ونقول ده دورنا وده واجبنا، لكن كمان عشان كل تلميذ يحس بتكافؤ الفرص ويحس ان هو مش اقل من باقي زملائه، هو له حق في التعليم، هو له حق في العداله والمساواه. كل تحقيق اهداف التنميه المستدامه دي بتنطبق على هذه الشروط، بالاضافه ان احنا كمان يمكن في صناع الخير ما ننساش جزء مهم جدا لطلبه الجامعات وخاصه طلاب ان شاء الله الجامعات التكنولوجيه، اللي احنا يمكن كنا بنتهاتف احنا عاوزين خريجين التعليم الفني ما ننساهمش في وسط الزخم، صح. والطلبه الحقيقه الدوله بذلت مجهود جبار بيشاهد فيه من كل دول العالم دلوقتي بإنشاء 10 جامعات تكنولوجية في مناطق صناعية، بيتم التعاقد مع الشركات والمصانع على التعيين والاستفادة من هذه الكفاءات، وإحنا إن شاء الله هنعمل 100 منحة للطلبة اللي بيدرسوا في الجامعات التكنولوجية، وده مهم جدا إن الطالب الخريج الثانوي الفني يلاقي فرصة طبعا ويلاقي دعم. مصروفاته في السنة تقريبا 10,000 جنيه، لكن احنا بنعمل برضه له شروط تحفيزيه ان لازم تبقى فيه تقدير وتحافظ على تقديرك، عشان كمان لو عاوز تكمل رساله ماجستير مهنيه او دكتوراه مهنيه احنا هندعمك في ده. طلبه الثانويه العامه اللي بيحصلوا على مجموعات كبيره من 10 الاوائل في كل محافظه عاوزين يدخلوا كليه طب وهندسه بيحتاجوا مصروفات طبعا على هامش الدراسه، صحيح، وده الحقيقه الحمد لله بدانا نوفرها، وممكن يصل من المنحه له على مدار السبع سنين دراسة في كلية الطب وحتى بعد الدراسات العليا اللي عاوز يعملها ماجستير أو دكتوراه، ممكن تصل المنحة ل 200,000 جنيه على مدار العشر سنوات اللي ممكن يدرس فيهم، ما يقفش فقط عند أنه بقى نائب أو
خد البكالوريوس الطب، احنا عاوزينه يكمل دراسات عليا ويفيد بلده ويبقى انتمائه وولائه للبلد ويكمل جوه القطاع الطبي المصري. يعني احنا العنصر ده بالنسبه لنا مهم جدا، والجيش الابيض اثبت الانتماء وولائه لهذا البلد. مظبوط 100%. والكل كان بيشيد بذلك. فالحقيقه كمان بدانا نفكر، طب اكتر من كده طلاب المدارس الثانويه او الجامعات مش محتاجين بس فكره الشنطه المدرسيه او الاوراق الدراسيه، لا احنا محتاجين نوفر لهم دورات. زي ما حضرتك شايف التعليم بيتطور بشكل كبير جدا. خطيبنا الحمد لله مؤسسه كوتلر الدوليه، وكوتلر زي ما يمكن حضرتك تعرف هو من اكبر العلماء في التسويق وعلوم الاداره، واخذنا منه الحمد لله موافقه على 500,000 منحه ل 500,000 طالب مصري، ودي بتقدر ب 20 مليون دولار. ايه الاخبار؟ يعني يمكن ده سبق، احنا اول مره بنقول ان احنا لسه مخلصين الاتفاق النهارده. ايه الاخبار الحلوه؟ وبلغنا الحمد لله الجهات المعنيه ان احنا هنبدا ان شاء الله نطرح ده لكل طلاب الثانويه العامه او الجامعات. والنبي يا دكتور مصطفى، عيد لي الجمله دي تاني. والنبي احنا الحمد لله حصلنا على موافقه من كوتلر اكاديمي. ايوه، هو يمكن من اكبر اساتذه التسويق في العالم، احنا بندرسه في الماجستير والدكتوراه دلوقتي. نظريات كوتلر في التسويق وفي اداره الاعمال وفي بناء القدرات. ال 500,000 منحه ل 500,000 طالب مصري، وعلى فكره احنا الدوله الوحيده في الشرق الاوسط اللي حصلنا بعد السعوديه الحقيقه. نص يعني مليون منحه من كوتلر. نص مليون تكلفتهم قد ايه بقى؟ 20 مليون دولار. الله اكبر. يعني الحقيقه هو اول ما خاطبنا واول ما بدأ وصلنا مع الوكيل بتاعهم، هو الوكيل بتاعهم في الشرق الاوسط في السعوديه، تم الرد علينا بموافقه من كوتلر اكاديمي ان مصر هتحصل على 500,000 منحه ل 500,000 طالب سواء جامعي او طالب ثانويه عامه. وده بالنسبه لنا قيمه مضافه كبيره جدا لكل الطلبة في الجامعات المصرية، مش بس اللي بيدرسوا تجارة. أو يعني طالب الصيدلة لازم يفهم تسويق طبعا، طالب الطب لازم يفهم تسويق، والهندسة، طالب كله. الهندسة بالظبط. زي ما حضرتك بتقول إن الفكر القادم أو علوم الإدارة للفترة القادمة مش فكرة إن آخد MBA أو DBA وهب أنا أعظم واحد في التخصص أو المجال. حضرتك بتشوف في كل الأكاديميات والجامعات المصرية دلوقتي سواء الأجنبية أو الجامعات الأهلية، ان اللي بيتخرجوا من كليات الطب والصيدله والهندسه وخلافه من الكليات بيحصلوا على الدراسات العليا في علوم الاداره واداره الاعمال عشان خاطر يديروا اعمالهم بكفاءه اعلى ويحققوا زي ما حضرتك كده قلت الار واي. هو العائد على الاستثمار مش هيجي ابدا بدون دراسه وبدون طبعا علم. مش ممكن اكون خريج كليه طب او هندسه فقط او حقوق فقط او تجاره وانا اقدر ادير البيزنس بتاعي، حتى لو عياده، حتى لو انا النهارده بشتغل في صيدليه، لو ما عنديش المؤشرات الواضحه وما عنديش الدراسات الجدوى السليمه. فلذلك احنا بنتحرك لان احنا نرفع الكفاءه دي ونغذي الجانب ده مع كل عام دراسي. احنا الحمد لله السنه اللي فاتت خلصنا 140,000 منحه من شركه امريكيه كبيره في تكنولوجيا المعلومات، وكان ده بالتعاون مع وزاره الشباب والرياضه ووزاره التضامن الاجتماعي. أيوه. السنة دي الحمد لله وصلنا ل 500,000 منحة، ودي منحة حقيقية بيستفاد منها بشكل كبير وبيتقدم لها دول كثيرة جدا. لكن هو الحقيقة كمان قيمة التعليم كمان في التعليم الجامعي كمان في مصر في المؤشرات اللي بتحصل الفترة اللي فاتت سواء في جامعة القاهرة وعين شمس وكل الجامعات اللي بتحقق أرقام دلوقتي متقدمة. مش هنقول إن احنا أفضل جامعات في العالم، ولكن احنا في تقدم مستمر لما بنبدا نقول لهذه المؤشرات وبنبدا نقول الجامعات التكنولوجيه اللي بتتبني في مصر. بنتكلم عن الجامعات الاهليه اللي انشئت في مصر واللي يمكن بيركز عليها دايما السيد الرئيس في كل المؤتمرات ان احنا لازم يكون في توأمه ما بين الجامعات المصريه والجامعات الاهليه بالجامعات الاجنبيه، وده الحقيقه ما بيحصلش في دول كتير في المنطقه. لو ما كانش مستوى التعليم في مصر سواء اذا كان ما قبل الجامعي او الجامعي تطور، ما كانتش مؤسسه كوتلر وافقت على منحه ل 500,000 طالب. ده حقيقي، لان هي مش هتديها لحد تعليمه مش قد كده، فيبقى عمليا ضيع عليهم هم في ابو الادق، ضيع فرص على مواطنين اخرين في بلاد اخرى وشعوب اخرى. كلام حضرتك سليم فعلا، وده اللي الحمد لله بنحاول ان شاء الله نزوده او نعمل اضافات، لان طبعا
الطلب على الأكاديمية أو على كمان الكورسات والدورات اللي بيقدمها كوتلر دي حاجة على مستوى العالم الرانك بتاعها عالي جدا، تكلفتها عالية جدا، وبالتالي انه يمنح لمصر هذا الرقم وهذا العدد ده نشاط لازم نبرزه من خلال التحالف الوطني للعمل الاهلي، ودي ثمار التعاون والتشبيك اللي حصل جوه التحالف الوطني. التحالف الوطني للعمل الاهلي بيثمر عن نجاحات من اول انشاء وتكليف انشائه من السيد الرئيس 13 مارس هذا العام بانجازات ضخمه جدا في جميع المناحي، مش بس على ان احنا بندور على البحث العلمي او على التطوير وبناء القدرات ورفع كل الكفاءات اللي بتحصل هنا في مصر في جميع الاتجاهات، احنا عاوزين دايما نكون سابقين بخطوه، دايما نبص احنا العالم حوالينا بيشتغلوا فين، بيبحثوا في التكنولوجيا بشكل عامل ازاي، المجتمع المدني في كل الدول هو شريك وضلع ثالث في التنميه، بدون المجتمع المدني والقطاع الخاص مع دور الدوله لا يمكن بتقدر تستمر في اهداف التنميه وتحقق الاهداف اللي انت المرجوه منك. صح. فده صح. الحقيقه طبعا في كثير من الخدمات ان شاء الله احنا هنعلن عنها الاسبوع الحالي او الاسبوع القادم عشان وقت البرنامج عند حضرتك، لكن احنا بناخد خطوات دايما سابقه لقدام شويه عشان خاطر الطلبه يكونوا حاسين ان مش فكره الدعم النقدي فقط او الادوات المدرسيه فقط او الادوات الدراسيه، لا احنا بنفكر في تكافؤ الفرص مع نظائرهم من الدول الاخرى. وهنصل ان شاء الله ان احنا يكون عندنا منح من الاكاديميات الدوليه دي للطلبه اللي هيتميزوا وتفوقوا في هذه الدورات عشان يقدروا يناظروا بزمائلهم من الدول الاخرى، يسافروا ويحتكوا ويشوفوا التجارب الاخرى. كل ده دور المجتمع المدني حقيقه، ودور المجتمع المدني اللي بيفكر بشكل خارج الصندوق، مش ضروري نحصر ابدا ان احنا المساعدات الغذائيه هي لا نقلل من قيمتها، ولكن مش هو ده الدور الوحيد للمجتمع، مش ده الدور الوحيد بالظبط كده. يعني دكتور مصطفى او صديقي مصطفى مش عارف اشكرك ازاي، الشكر موصول لكل من يعمل في مؤسسات المجتمع المدني بشكل عام والعمل الاهلي والتنموي، كل الشكر ليك يا مصطفى، كل الشكر للدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس الامناء بمؤسسه صناع الخير وعضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي.